يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في فقره كتبة بغداد، ويسعد صباحك عمر، ويسعد صباح السجا، واكيد انتظركم عمر كل حتى تحولوا للصحافه. ونبدا جولتنا لهذا اليوم الخميس في ابرز ما تصدرت الصحافه لهذا اليوم، ونطالع من الصباح ومن عناوينها في صفحتها الاولى. نطالع خبر العبادي: فجر العراق بدا ولن ينطفى. وإلى هذا الخبر، حيث أعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن حرصه لتدعيم النصر الذي تحقق على الإرهاب بالبناء والأعمار، مؤكدا أن فجر العراق قد بدأ ولن ينطفئ. وفي حين لفت إلى أن البلاد أمام مرحلة جديدة في ميدان الطاقة تصب في منفعة المواطن، أشار إلى وجود نظرة جديدة للتعامل مع الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز للاستفادة منها. تأكيدات العبادي بتحقيق النصرة عمرانية واقتصادية جاءت خلال كلمته في مؤتمر الطاقة الرابع الذي انطلقت أعماله أمس في بغداد تحت شعار نحو التعاون إقليمي واستثمارات عن طاقة، والذي شهد حضورا دوليا ورسميا كبيرا. ورحب العبادي في مستهل كلمته بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركوندو وشخصيات عربية وعالمية، وبالضيوف في بغداد وفي العراق الذي يتطلع أهله للإعمار والبناء وللمستقبل المشرق. وأيضا من عناوين الصباح لهذا اليوم: العراق يتسلم طائرتين من نوع بيونخ. وفي هذا الخبر، حيث تسلمت وزارة النقل طائرتين جديدتين ضمن عقدها المبرم مع الشركة الأمريكية لتضمن إلى طول الخطوط الجوية العراقية، بينما تمكنت من تحقيق مبالغ تتجاوز 6 ملايين دولار على الخدمات الأرضية في مطار بغداد خلال الشهرين الماضيين. وقال مدير أعلام الوزارة ليث الرباعي لصحيفة الصباح أن الخطوط الجوية العراقية استقبلت طائرتين جديدتين ضمن عقدها مع شركة بيونغ، وحيث قادهما من مدينة ستال الأمريكية مجموعة من الطيارين الشباب وصولا إلى مطار بغداد الدولي. وأضاف أن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وجه بتمديد عقود الطيران للشباب وتسهيل إجراءات تنقلاتهم بين المطارات، فضلا عن إقامة الدورات المطلوبة لمواكبة التطور العالمي الحاصل في عالم الطيران المدني. وفي المدى وعناوين صفحتها الأولى ومن أبرز أخبارها: برزاني: نرغب بحل الخلافات مع بغداد عبر الحوار. ونطالع في تفاصيل الخبر: أكد رئيس وزراء أقليم كردستان نيجيرمان برزاني أنه تم إصدار قرار مهم لصالح الموظفين من شأنه أن ينهي نظام الادخار. وفي سياق متصل، أشار برزاني إلى أن الدستور هو أساس علاقتنا مع بغداد، مؤكدا رغبته بحل جميع المشاكل عبر الحوار. وقال برزاني في مؤتمر صحفي تابعته المدى أنه يسعدني أن أعلن لأول مرة منذ 3 سنوات عن اتخاذ خطوة مهمة في سبيل إلغاء نظام الادخار، مضيفا: أشكر صمود شعب كردستان، والخطوات الإصلاحية المتخذة ستتضمن إنهاء نظام الادخار في توزيع الرواتب. وإلى صحيفة الزمان وعناوين صفحتها الأولى، ونطالع من عناوينها: الحكومة تبحث إنهاء الزخم المروري في بغداد. وإلى تفاصيل الخبر: ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الجهات ذات العلاقة الزخم المروري في بغداد والحلول اللازمة. وقال بيان أمس أن الاجتماع ضم معاون الأمين العام رحمن عيسى حسن بحضور ممثلين عن وزارات النقل والموارد المائية والكهرباء، إضافة إلى ممثلين عن المرور العام واستخبارات الداخلية وقيادات عمليات بغداد وشرطة النجدة والملاحة البحرية. وأضاف أن الاجتماع خلص إلى تشغيل التاكسي النهري بشكل تجريبي الشهر المقبل لنقل طلاب جامعة بغداد من العظمية إلى الجادرية، وتوفير ساحة لوقوف السيارات لطلبة الجامعة في الدورة، وتوفير زوارق لعبورهم إلى منطقة الجادرية بهدف تقليل الزخم الحاصل في المنطقة التي تعاني من زخم شديد في ساعات الدوام الصباحية ونهاية الدوام بعد الظهر. وأوضح بالبيان أن الاجتماع ناقش أيضا رفع 80% من الحواجز والسيطرات والإغلاقات للطرق من قبل قيادة عمليات بغداد، والأوقات المناسبة لفتح ما تبقى من الشوارع المغلقة، إضافة إلى رفع السيطرات عن منطقة الكرادة استجابة لطلب الأهالي. وإلى صحيفة الزوراء ومن عناوين صفحتها الأولى لهذا اليوم: وزير النفط: قرارات أوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط.
وفي تفاصيل الخبر، حيث أكد وزير النفط جبار العبي أن قرارات أوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط، وفيما أكدت المنظمة أن العراق يمثل ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك، وبدونه لا يمكن أن يحدث الاستقرار. وقال العبي على هامش لقائه أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركوندو في بيان له أن قرارات أوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط، مشددا على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين العراق وأعضاء منظمة أوبك من أجل تحقيق استقرار أكثر للأسواق العالمية. ونبقى في الزورة وعناوينها، الجمهوري يعلن عن موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وحيث أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجمهوري عن موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي، فيما أشار إلى أن رئاسة المجلس ستدعو لعقد جلسة يتم فيها استكمال عملية التصويت على القوانين المهمة. وقال الجمهوري خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس الأربعاء أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي يوم 30 من نيسان المقبل وفق الدستور، مبينا أن الدورة البرلمانية الحالية تنتهي يوم 30 من حزيران المقبل. ومن الصفحات الأولى مشاهدينا ننتقل إلى الصفحات الأخيرة ونطلع من عناوينها لهذا اليوم المنوعة. وفي صحيفة الزوراء واخذنا من عناوينها خبر عن الممثلة المصرية شيرين عادل التي تجسد معاناة المرأة مع داعش. وإلى تفاصيل الخبر، تباشر الفنانة شيرين عادل بتجربتها الأولى في البطولة الدرامية في مسلسل المرأة السوداء الذي تسير معدلات تصويره بشكل مكثف خلال الفترة الحالية، وهي تجسد في شيء شخصية فتاة قبطية تتعرض للأسر في أيدي تنظيم داعش الإرهابي، علما بأن ديكورات العمل قد بنيت خصيصا له في منطقة شابلمانت حيث تكثيف تصوير مشاهدها رهنا بهذا الأمر. ويشار إلى أن المسلسل من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب ويخرجه محمود كامل، فيما سيعرض خلال السباق الرمضاني المقبل. وإلى الزمان وعناوينها المنوعة، ونجوى وسيرين صداقة قوية وآمال مشتركة. وفي تفاصيل الخبر، حيث تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا ضخما في مصر ضمن مهرجان ليالي ربيع بمرتفعات طابة في مدينة طابة يوم السبت الموافق 7 أبريل المقبل. وتعتبر الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور دائما عن قوة أو عفوا تعبر الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور دائما عن قوة علاقتها بالنجمة نجوى كرم بصورة ومقاطع فيديو تعكس نقاء علاقة الصداقة التي تربطهما بعيدا عن المنافسة الفنية. وإلى المدى وعناوينها لهذا اليوم، وبيت المدى يحتفي بمحسن فرحان. وفي تفاصيل الخبر، يحتفي بيت المدى في شارع المتنبي ضمن منهاجه الأسبوعي الاحتفاء بالشخصيات العراقية الفنية والثقافية التي لها بصمة في الواقع الفني والثقافي العراقي بالملحن العراقي محسن فرحان، وذلك صباح يوم غد الجمعة على قاعة بيت المدى في شارع المتنبي. وإلى خبر الصباح، ومن نترككم مع صورة فوتوغرافية ومتصوفة الموسيقى شذا حسون أصلي العراقي ونشأة المغربية حقق لي انفتاحا فنيا. وإلى مجلة سيدتي، ومجموعة من الصور لإطلالات فساتين الزفاف 2018 نتابعها في هذه المجموعة من الصور.
مشاهدينا، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا السريعة لهذا اليوم في أبرز ما تصدر صحافة يوم الخميس. أشكركم لحسن المتابعة، ونعود لباقي فقراتنا بالعودة إلى سجا وعمار.